كيف نجمع بين الله قول الله تعالى بين قول الله تعالى وخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بيت فما وجد فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أي إذن صرت أخطأت في الآية أنت كل فما تركنا وهي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما في إشكال. كيف نجمع بين لأن الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام بيته اللي فيه مسلمين حتى زوجته الكافرة ما تعلن كفرها لكن لما أراد الله إنجاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة.